أعلى منصب في كل الدول ذات الدساتير الديمقراطية. تثقوا بأنفسكم وتعلموا أنكم سوف لن تهمشوا. بالتواصل مع إخوانكم وجيرانكم حتى تثبتوا أنكم أهلا لهذه المسؤولية التي تتحملونها مع إخوانكم في رفعة ليبيا وبناء مستقبلها. أعاود القول قبل أن أختم حديثي، سيعاد تشكيل المكتب هذه الكلمات التي انطلقت منذ بداية الثورة، لأن الشعب الليبي كله أخوة، ولأن عاصمة ليبيا هي طرابلس، يجب أن يكون على الصوت الصادح في كل المناسبات واللقاءات وفي كل النفوس وفي كل الأوقات. وبنبذ الفرقة والفتنة ونزع الكراهية والبغية من النفوس والالتقاء على طاعة الله وحب رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.